السلام عليكم أعزائي المشاهدين، حياكم الله بقناتنا وقناتكم قناة المال فاكتوري. اليوم معنا اخونا عبد الله بديه، حياك الله اخوي ابو محمد. حبيبي حياك الله يا استاذ محمد، شو اخبارك؟ بخير الله يسلمك، طيب. طول عمرك. مشكور على دعوتك لنا ودعمك يا اخوي. حبيبي انت الله يرحمك. الله يرحمك. اخونا ابو محمد ما شاء الله متميز بدجاج الكوشن، الدياي الكوشن نقول، بدياي الكوشن. اخوي ابو محمد قل لنا شنو مواصفات او منية الدياي الكوشن؟ الله يسلمك، دياي الكوشن طبعا بلد المنشأ اللي هي الصين. سنة 1845 خذوا أمريكا وإنجلترا، وهني طوروا طبعا من ناحية اللون، من ناحية الحجم، وشغلات وايد يعني أضافوا عليه، يعني من ناحية تركيبات ما تركيبات والأمور هذه. طبعا الحين يعني اللي أشوفه وحسب ما قريت عنه ان الدوله اللي مميزه اكثر شيء فيه اللي هي امريكا، بالالوان الجديده وبالاحجام، وطبعا حتى بالانتاجيات، يعني بالانتاجيات، يعني امريكا هم اللي طوروا فيه، اختصوا فيه. اي نعم اي نعم. والكويت هم بعد ما يحتاج، يعني ما شاء الله، اي ما شاء الله عندنا المربين هنا هم طورتوا اكيد شيء طبيعي. يعني انا ما اتكلم عن نفسي انا بس اللي طورت، لا يعني هم شباب ما شاء الله، ما الواحد ما ينكر يعني اللي هم سووه. في شباب وايد عندنا بالكويت ما شاء الله، يعني اشتغلوا عليه وطوروه من ناحيه الالوان، من ناحيه الحجم، دخلوا تركيبات جديده عليه، وما شاء الله حتى وصلنا الحين مرحله التنسيق عدل. اكيد اكيد، يعني انه تعب، صار يعني تعب سنين ترى، مو يوم وليله. فالمواصفات بالكوشن ما هي صعبة، لا بس إيه، هو بالبداية الكوشن يا وشي الغزم ولا العملاق؟ لا هذا لا يفرق، لا وهذا لا يفرق، لا لا يا الكوشن، لأن الحين الدارج عندنا قاعد طالع ما شاء الله العملاق وايد ماخذ صيت. اي نعم، ايه؟ لا الوقت الحالي العملاق، الوقت الحالي من يعني تهجينات او تركيبات بالضبط طلعوا العملاق. العملاق اها، ولا هم يندرجون نفس المواصفات بس فرق الطول؟ بالضبط نفس كل شيء، بس انه يفرق وياه الحجم، يعني بين الغزم والعملاق. والالوان ترى هي نفسها، يعني تي حق البوارين موجود من الصوبين، يعني سواء العملاق او انه الغزل. البيض، البلو اللي احنا هني بالكويت نسميه اللون الدخاني، الدخاني اي. السود ما شاء الله نفس الالوان يعني، بس ان هم نفس الاحجام تختلف، بس الاحجام. اخوي ابو محمد تكلمنا عن مواصفات الكوشن الستاندر، نقول المواصفات الله يسلمك اللي هو طبعا نبدي بالراس. الراس اللي هو العرف لازم يكون سيافي، حجمه ما يكون كبير طالع عن الراس بشكل مو طبيعي، يعني الاوفر نقول، اي مو اوفر عادي، ستاندر يكون ستاندر، ما يكون فيه ميلان، يكون سيده سنتر. البوز ما يكون طويل زياده عن اللزوم. طبعا عندك الظهر ما يكون بعيد عن البف ماله اللي هو الذيل، لازم يكون الظهر قصير وملموم على اساس انه يكون الشكل دائري كامل. وعندك الله يسلمك السروال لازم انه يكون بشكل مرتب. وعندك البوز ما يكون طويل بشكل مو حلو، يعني يكون متناسق، يعني ما شاء الله قاعد ملاحظك انه وايد مركز على البوز. هل هي ساعات يعني بوزه طويل في مشاكل؟ في بعضهم يصير البوز حيل طويل فيخرب شكل الوي بشكل كامل يعني. اها، وزين والكوشن ما يجي نفس العربي؟ ساعات دياي العربي يقول لك في عضبه يلف الذيل، يعني هل هذه؟ لا هذه موجوده بكل ديايه في العالم، بكل ديايه بالعالم، كل الدياي يصير فيها المشكله، يعني هم لازم يعني نقول كوشن لازم انه ما يكون في عيوب خلقيه على اساس انه لا يعني التوارث، يعني انا حسب ما عرفت ان الشيء هذا بالضبط. اي كان عندنا اخونا حلقه جاسم الفرس، وقال ان هالشيء ونعم بحالك، قال هالشيء انه يتوارث وانه يستبعد على طول اذا انت تبي المميز. وابو محمد قلت لي طريقه النتف عشان التركيب، قلت لي ان هذا الشيء خاطئ جدا. اي المفروض انك ما تنتف، ليش؟ لان الله يسلمك لما يرد يدز مره ثانيه الريش راح يصير مثل الشوك،
فهذا يضايق بوقت ما ان الديتش بيفسد يضايق الديتش والدياي مثل الشوك راح يبز ايه فما ما راح ما راح يصمل ما راح يصمل ولا راح يعني يتم التزاوج بالضبط. فالافضل انك تقرب وبعض الطيور يعني مثل الدياي اذا نتفت ممكن انك انت تدخله في مرحله الـ تبديل الريش فمعناته هني الديتش راح يتعب مره ثانيه او الدياية راح تتعب مره ثانيه لانه بتدش مرحله كانه ما 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 في ريش في جسمها وترد مره ثانيه تبني الريش والامور هذه فتفصل عندك على البيض الانتاج ما راح يكون وياك مضبوط 100% فانت شنو الريشه الاساسيه موجوده بس انك قرث دار مدار المفسد على اساس حلاقه يعني اي حلاقه بالضبط نقول انها حلاقه أي. وبالنسبة حق الصروال يعني إذا كان ديتش مصروال ما ينقرض لأنه شكليا راح يختر بشكلها خاصة بداية الكوش من مميزاتها ومواصفاتها أنه يكون صروالها صح حلو. أي إذا يعني نقول لو الكوش نحافي ما راح يطلع بالضبط حلو بالضبط شكليا ما راح يطلع حلو أنت اللي تهتم فيه بهالشغلات يعني بالريل أنه مثلا تشيك على الريشة ما تكون دازة غلط منبت مالها يكون غلط هني انت تدخل وتشيلها مثل السيوف السيف اذا كان طويل يكون لاف ساعات يدي هذا اي للريل نفسه فهذه انت تلفه ويطلع مرة مرتين ويطلع وكلمنا على المكان المناسب اللي نربي فيها المجاميع طبعا ماكو يعني مكان ما ياخذون مكان كبير يعني انت قلت لنا الديتش بس يعني يفضل انه وياك بالضبط هو كان على اساس ان نسبه التلقيح عندك تكون 100% عندك الله يسلمك متر بمتر كافي حق ديايتين وديتش حيل كافي يعني هم ما يحتاجون اماكن كبيره انا حاجيك ككوشن الستاندر اللي هو الغزم اما الكوشن العملاق لا انت تحتاج مكان اكبر واوسع لهم ويمكن في ناس قام يحط لهم حوش بالضبط والافضل الافضل يعني انا طريقتي الخاصه اللي انا اتعامل فيها ان انا والله هدهم هدد يعني لهم على قولتهم الياخور كله بخلي ستانسون اي خلهم من الصبح ليل المغرب وهم برا او بعدين هم راح يردون يدشون المغرب هم عارفين خلاص طريقهم سبحان الله الدياية التعود صح اي نعم وبالنسبه حق نفس ما قلت لك الصروال بس هذا انه يعني انه ما ينقرض في ناس وايد تقرض على اساس انه تدش بموضوع التلقيح وهذا غلط. حلو وهني ما صارت عندكم بطولات ومشاركات او لا تجمعات؟ لا والله يعني للاسف ما يمكن تقصير مني انا يعني ان انا ما شاركت انا يعني ترى من زمان من عمر بس هني بالكويت ما صار عندنا بس نلاحظ باوروبا وكذي انا دائما طالع الفيديوهات أيه في لهم اوروبا عندهم حتى جمعيات يعني حق خاصه دياي الزينه والامور هذه لان ما شاء الله في شيء هناك يعتمدون عليه يعني هذا مصدر رزق لهم احنا هاوين بالموضوع أيه يعني هم هناك لا حاطين هذا باب رزق لهم هم يعني فبتشوف فيه منافسة وبتشوف فيه مواصفات وبتشوف فيه تطوير احنا لا والله احنا حاطين احنا نتابع منهم أيوة وناخذ يعني منهم بنيني وقاعد نطور ولا ندري لو بنروح عندهم يمكن احنا نقلب لان احنا نركز على الشغلات المعينة ما نربي بكثرة نقلل احنا على قولتهم نقلل وندلل بالضبط احنا بالضبط هذا عندنا أيوة. محمد انت من متى ما شاء الله بالهواية؟ انا والله الله يسلمك صار لي تقريبا أنا من 2005 يعني بهواية دياي الزينة بالذات يعني أنا ما دشيت بالدياي الباجي والحمد لله يعني وما زلت بالهواية موجود بس أنا أقول لك أنا مقل يعني ما كنت أحتاج مالك تواصل ما لي تواصل معه وهذا تقصير مني أنا طبعا يعني مو من الشباب لا الحين إن شاء الله في انستغرام وفي هذا وفي عندك حساب أبو محمد عيل نحط حساب هذا حسابه شوفوه يا جماعة بإذن الله إن شاء الله وكسؤال أخير شنو تنصح الناس بتربية هذا الدياي؟ ماكو يعني ترى الدياي بالذات يعني الكوشن سهل حيل يعني حاله حال الدياي العربي يعني العربي انت عارف لا سمع ان انتاجه سهل وغزير نفس الشيء طبعا بس ان اللهم انه شنو شوية حرص من ناحية التغذية ما التغذية والامور هذه وماكو يعني سهل بس مو صعب عسى الله يبارك لك ولا يغير عليك ولا تشوف هالصعوبة بهالأمور الله يجزاك خير وما قصرت يا أخوي ومشكور على هالمعلومات الحلوة والله ما قصرت الله يرحم والديك حبيبي أعزائي المشاهدين أتمنى أن كفينا وياكم وإن شاء الله نلتقيكم بحلقات أخرى.
السلام عليكم.